طبعا الشركة تستخدم هذه السيولة للنمو. احنا في تقريبا في المملكة العربية السعودية نتركز نشاطنا في التطوير العقاري، تطوير المساكن. هذا القطاع يشهد نمو عالي جدا، توقع له خلال 5 سنوات القادمة نمو أكبر بإذن الله. هذه السيولة ستصرف في مشاريع الشركة الحالية وفي مشاريع جديدة سيتم إن شاء الله بإذن الله الاستحواذ عليها. ما هي أهم هذه المشاريع الجديدة؟ والله الشركة حتى الآن تدرس فرص كثيرة جدا. غالبية هذه السيولة ستذهب إلى إما تطوير مشاريع موجودة حاليا في الرياض في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية في أو استحواذ على عقارات مدرة للدخل سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. طيب بالنسبة لخطط الشركة التوسعية ما هي وما هي المناطق المستهدفة؟ يعني هل كلها جميع تتركز في المملكة العربية السعودية؟ غالبية نشاط الشركة نعم في المملكة العربية السعودية. لدينا أهداف إلى أنه يكون هناك تنويع في الدخل من مصادر دخل من عقارات من خارج المملكة، لكن الشركة تخطو في هالجانب بتحفظ. معظم محفظتنا العقارية في المملكة العربية السعودية. كم تبلغ قيمة المحفظة العقارية بالنسبة لدار الأركان؟ احنا تقريبا قرابة 20 مليار ريال سعودي.